طيب معايا عبر الهاتف الآن كابتننا الكبير كابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر. هو وحشني جدا بالمناسبة يعني، ومبسوط جدا ان هم قالوا لي كمان ان هو معانا على التليفون دلوقتي. يا كابتن عبد الظاهر وحشني جدا. حبيبي يا كريم، حبيبي فينك وفين ايامك وفين فطارك حبيبي وفين فطارك انت يا كابتن عبد الظاهر، لسه كنت بتكلم عنه بالمناسبة النهارده. اخبار حضرتك ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير؟ كله زي الفل حبيبي. يا رب دايما. فيوتشر احنا خلاص احنا على وشك الانتهاء من الموسم، لابد من الاشاده بفيوتشر كفريق او فريق اتعمل لفيوتشر، فريق محترم جدا قدر يوصل للمرحله دي من الدوري في اول موسم، فهي اشاده مبدئيه. ولازم تقول لي يا كابتن عبد الظاهر ازاي وصلتوا لهذه المرحله الرائعه جدا بالقياس بفكره انك اول موسم في الدوري. الحمد لله احنا بنحقق فكرة المشروع، وده الشيء المهم والفكر، وان انت ما يكون عندك امكانيات ازاي تقدر تسخرها انها تعمل منظومة كويسة، ده شيء مهم جدا. ان انا بشكر كل الناس لانه ما فيش نجاح لحد بس يعني، طبعا بشكر الادارة جدا ان هي الحمد لله من ساعة ما بدأنا الشغل وهي ما بترفضناش طلب او بتدعمنا بشكل كبير جدا، فالادارة طبعا قامت بدورها على اكمل وجه، الجهاز الفني الكابتن علي قام على دوره اكمل وجه، اللاعبين بقى وده الاهم يعني. صحيح صحيح، ده الاهم ان انت عامل كل المنظومه دي عشان اللعيبه دي تنزل تنفذ فكر الكابتن علي وتنفذ فلسفه الاداره اللي هي اتبنت عشانه، او التارجت او الهدف اللي الاداره كانت عاوزاه من اول يوم. صحيح. كانت في عدة عوامل للنجاح، وهي ان كل حد عارف شغله، ده الشيء المهم جدا، ان انت ما عندكش حد بيلعب دور حد تاني، كل واحد بيلعب دوره بيلعب دوره 100%. عشان كده اللعيبه لما دخلت النادي لقت منظومه، لقت سيستم، لقت مدير فني عنده هدف بشكل كبير جدا، لقت اداره عندها هدف من اول يوم بنتكلم عليه هو المركز الرابع. فكان لازم يصدقوا ثقافه الفوز دي مش موجوده غير في الاهلي والزمالك بس. صحيح. يعني ان انت تخش كل مباراه انت عايز تفوز، كانت الامور صعبه جدا ان انت ازاي تزرعها في لعيبه موجوده لسه متكونين من 13 نادي بثقافات مختلفه، باسماء كبيره، بشخصيتهم، بجماهيريتهم، بكل ده، ازاي تدخله في المنظومه؟ ده الشيء كان صعب جدا. صح. بشكرهم عليه، تحملونا بشكل كبير جدا، ضغطناهم جامد، ضغطناهم في الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا، بحييهم لان هم اللي بينفذوا كل حاجه يعني. طيب كابتن عبد الظاهر، الفكره انه فيوتشر اول موسم بياخد بطوله، بطوله كاس الرابطه، بيوصل للكونفدراليه الافريقيه، وده انجاز كبير جدا ما بيوصلوش انديه شاركت في الدوري الممتاز على مدار السنين. هل الحسم بتاع الكونفدراليه وحسم كاس الرابطه قلل شويه من الدوافع عند لاعبي فيوتشر فيما تبقى من الموسم، ولا كان ليك دور في هذا الامر؟ مفيش شك طبعا ان انت كنت بتلعب على تارجت وهدف وحققته. صحيح. فبيبقى في نوع من مش عارف اسميه ايه، لكن انت وصلت اللي انت عاوزه، او اللعيبه حققت اللي انت عاوزه، تعمل تقول لهم انت لازم تدخل الرابع ولازم ندخل الكونفدراليه ولازم ناخد بطوله كاس الرابطه. الاثنين اتحققوا في وقت والدوري لسه ما انتهاش. فالدوافع هي الاهم شيء في الموضوع، عشان كده كنا لازم نخلق دوافع ثانيه جديده، ان احنا مش هناخد الرابع بس في الاسبوع ال 17 ولا ال 18 ولا ال 20 ولا ال 26. احنا طبعا الكلام كان بيتكلموا ان احنا في ناس هي الحق وهي، فكنا دايما بنحط لهم الدوافع دي ان انت مش مشكله تروح رسميا، مشكله تروح ان كل الناس مقتنعه ان انت لازم انت اللي تروح. صح. صح. والحمد لله بلاقيها في الشارع جدا، في وانا بقابل الناس. تصور يا كريم انت بقالك سنه وبقالك جمهور فعلا بيستنى ماتشاتك، فده طبعا ده مكسب كبير جدا، ان انت بتلعب كرة حلوة، بتلعب كرة هجومية بشكل كبير كويس جدا، ليك شخصية في الملعب، فده طبعا حقق لك الموضوع. لكن بعد كاس الرابطة مفيش شك ان الفرحة كانت ما تتوصفش يعني. طبعا بطولة فريق اول موسم، احنا كمان يعني مش من اللعيبة بس، عشان ما نجيبش في جانب واحد بس، سواء الادارة، سواء الجهاز الفني، سواء الجهاز الاداري، سواء اللاعبين. فطبعا عشان
بعد 3 ايام تفصل، هي دي مش موجوده برضه غير في الاهلي والزمالك، انت تكسب بطوله وترجع تنافس على بطوله ثانيه. وساعات وبالمناسبه كانت ابزار ساعات يعني. طبعا. يعني حتى الاهلي والزمالك لما بياخدوا بطوله ممكن المباراه اللي بعدها ما بيبقوش في افضل احوالهم يعني. طبيعي جدا جدا صحيح. جدا. واحنا عشان احنا لعبنا كوره وفاهمين كويس جدا والحمد لله عندنا مرونه كويسه جدا، ما عاتبناش اي حد على الموضوع. احنا قلبنا كل هسميها انتكاسه او هسميها نزول في المستوى لدوافع تانية خليناها الحمد لله رجعنا تاني للبوزيشن بتاعنا الطبيعي اللي موجود، ولعبنا ماتشات هائله جدا الماتشات اللي بعديها تماما. لكن انا عايز اقول لك ان احنا كلنا محظوظين ان احنا اتجمعنا مع بعض كل المنظومه، لانه كلنا كان عندنا هدف واحد بشكل كبير جدا. مش هقول لك على كميه الشغل اللي بيحصل خالص تماما، لكن الشغل دايما بيبان في الملعب. كنت دايما اقول لهم اخر حاجه هو الملعب صحيح. لكن في شغل كتير جدا جدا حصل قبل الماتشات وقبل قبل اي منافسه. طيب كابتن عبد الظاهر، السؤال اللي جاي ليك يخص هو اداره الكوره الموسم اللي جاي، بنتكلم على المدير الرياضي بنادي فيوتشر. انت دلوقتي اكيد بتشتغل على الموسم اللي جاي، لاعبين هيبقوا مع الفريق، لاعبين هيرحلوا، لاعبين المفروض تضمهم، الشكل هيبقى ايه؟ هل هتقدر تستغنى عن لاعبين وتجيب لاعبين اخرين، ولا انت مش ناوي تستغنى عن اي لاعب وهتبقي على كل اللاعبين وتزود عليهم؟ يعني السياسه بتاعتك الموسم اللي جاي هتكون ماشيه ازاي؟ دون تسميه اسماء بعينها. قبل ما اشرحه لك انا كنت عايز بس اشرح لك احساس بالفخر ازاي وانت بتتعمل القرعه وبيتقال اسم فيوتشر. طبعا. يعني ده كان احساس صراحه لا يوصف. يعني كلنا كنا يعني انا قاعد اتفرج على القرعه تقريبا انا بفتكر واحنا اول يوم دخلنا في النادي ان انا مش هيتقال اسم فيوتشر على الـ على الـ على الـ على الحاجه المحليه، لا ده في الدوليه وكمان في افريقيا كل الناس عرفت مين فيوتشر. فده كان احساس لحظه كل الفريق عليه، ده فعلا الاحساس بالنجاح ان انت بتعمل لك قرعه من الكاف وقاعد منتظر هتلاعب مين. فطبعا ده كان احساس شعور لا يوصف يعني. صح. لو جينا المرحله اللي بعد كده فهي مرحله تطوير للفريق واستمرار في النجاح، وده شيء صعب جدا طبعا. جدا، لان انت تنجح ممكن تنجح لكن الاستمرار في النجاح هو الأصعب. الشيء الصعب جدا في طبعا. التطوير طبعا. فدرسنا نقط القوه والضعف في الفريق وازاي احتياجاتنا في الموسم اللي جاي وازاي ان احنا هنلعب في 4 بطولات وازاي ان احنا هنبقى مسافرين وراجعين بطياره عشان هندخل في معسكر تاني عشان هنلعب في الدوري وان انت عندك قائمه لازم تلعب بيها لحد الدور الاولاني لحد شهر 12 اللي هو القيد اللي في نص السنه ان انت تضيف 7 لعيبه بس فطبعا كل دي طبعا بقالنا شهر تقريبا يوم ما عرفنا ان احنا خلاص اشتركنا في الكونفدراليه والقرعه. طبعا مشغولين جدا في القايمه، مشغولين مين هيمشي مين هيتعار مين اللي هيبقى موجود، امور صعبه جدا جدا في ظل ان انت بتلعب برضو دوري، في ظل ان انت عايز تريح لعيبه لان انت مش هتريح اصلا لان انت هتلعب يوم 10 في افريقيا فانت ما عندكش راحه. فاحنا اخر ماتش لينا هيبقى يوم 30 او 29 او 30 فانت ما عندكش اي راح تدي اللعيبه ازاي. فبدانا نريح اللعيبه طيب. الكابتن علي بدا ياخد مثلا سعد سمير ما لعبش اخر ماتشين فيريحه ياخد شويه رفعت ياخد شويه ندفيد كل الناس اللي لعبت 100% جونسان فكل الناس لعبت في 100% بعد الماتشات مش هتلاقيهم واخدين الراحه. طيب كابتن عبد الظاهر انت قلت دلوقتي وحتى الاسماء انت في اسماء انت قلتها مش هي اللي كنت هسالك عنها، انت عندك عاطف وبوبو واحمد رفعت وجوناثان وكريم نادر، يعني فيوتشر عمل يعني خلى الماركت بتاع الترانسفير ماركت السوق بتاع الانتقالات كل ما تيجي تقول الاهلي عايز مين هتلاقي 3-4 اسماء من بيراميدز، الزمالك عايز مين هيقول لك 3-4 اسماء من بيراميدز، بيراميدز عايز مين 3-4 اسماء من فيوتشر عفوا، هتلاقي دايما طول الوقت الناس بتدور على فيوتشر ولاعيبي فيوتشر والتالق بتاع لاعيبي فيوتشر كلهم الموسم ده. اللاعبين الاسماء اللي انا قلتها دي دون تحديد اسم بعينه، هل فيهم اي اسماء ممكن يخرج من فيوتشر الموسم الجديد ولا مكملين مع الفريق؟ والله بص يا كريم انا يعني انا بفتخر جدا لما بيتقال الكلام ده على فكره يعني صحيح. بفتخر ان احنا كان عينينا حلوه جدا صحيح. وان احنا اظهرنا اللعيبه دي في اظهر في احسن صوره ليهم وما بزعلش لما بشوف كل الاسماء اللي انت قلت عليها ديت وفي اسماء تانية كمان ناس بتتكلم عليها فده طبيعي. طبعا نجاح كبير جدا للمنظومه كلها يعني صحيح.
فكل الاسماء اللي انت قلتها ده احنا عندنا افريقيا وعندنا كاس الرابطه وعندنا كاس مصر وعندنا الدوري، فعندنا 4 بطولات جايين. من اسبوعين تقريبا المجلس الاداره قرر ان القوام الاساسي بتاع الفريق ما حدش هيمشي منه خلاص تماما. فليه؟ لان احنا محتاجين كل حد، ولو انت مفتوح لك القيد، لان انت مفتوح لك القيد كنت ممكن تعمل الموضوع اللي انت بتقول عليه ان هي عمليه الشراء والبيع والكلام ده كله. صحيح. وعلى فكره انت عشان تدخل في السوق لازم تكون بتشتري وتبيع، تبيع عشان تبيع عشان تعرف تشتري كمان. بالظبط يعني كده. انت مش عايش في حته لوحدك. صحيح. انت ما فيش نادي في العالم اسمه بيشتري وما بيبيعش. مانشستر سيتي اهو بيبيع خيسوس وستيرلينج وبيبيع لعيبه كبيره في الفريق عشان يشتري لعيبه ثانيه. الموضوع طبيعي، لكن احنا عشان احنا عندنا البطولات وعندنا سكواد يعتبر قليل شويه، او اول سنه لينا، او قوام لسه اجمدش لدرجه ان احنا عندنا سنه واتنين. لكن في الاول والاخر ده قرار الملاك النادي او الناس اللي موجودين في الاداره. انما فنيا انا ما اقدرش اقول لك ان احنا فنيا انت عايز كل اللعيبه. طبعا. صحيح. انا عاوز عليهم كمان. ايوه انت عايز عليهم. لكن كابتن علا لو سالت يقول لك ده انا عايز كمان 10 عليه. صحيح صحيح. لكن هو في الاول والاخر ده قرار مجلس الاداره يعني. فاتحين خطوط اتصال مع الاهلي والزمالك تاخدوا منهم لعيبه على مستوى الاعاره او البيع الموسم اللي جاي؟ انا بكلمك بسالك السؤال دلوقتي واحنا لسه في الموسم. انا عشان شخصيا لا، انا شخصيا لا. انا احنا عندنا اداره اللي هي الاداره العليا هي اللي بتتواصل مع الموضوع ده، لكن في الاخر بيرجعوا يقولوا ايه رايك كابتن عبد الجبار وكابتن علي. بالظبط. يعني ما فيش قرار بيتعمل من غير ما احنا نكون عارفين. فاهمني؟ لكن ايه اللي بيحصل فوق ما بنعرف لحد الان. احنا عندنا قرار مجلس اداره ان ما فيش حد ماشي بالقوام الاساسي. ما فيش حد يمشي بالقوام الاساسي. ده قرار مجلس اداره. طيب عايز اسالك على قرار اتحاد الكوره امبارح بانه القائمه هتكون لكل الفرقه 30 لاعب والخمس اجانب هيفضلوا زي ما هم، رايك ايه في القرار ده؟ كنت عايز الرقم يبقى اقل من 30 لاعب ولا هو 30 كويس؟ الخمس اجانب موافق عليهم ولا مش موافق عليهم؟ هو انا بس القرار مش وحش، لكن الناس اللي بتلعب في افريقيا والناس اللي بتلعب في اكثر من بطوله زي اهلي زمالك بيراميدز دلوقتي فيوتشر يعني محتاجين اكتر من 30 لاعب يعني. اظن ذلك ان ممكن يحصل استثناء للناس اللي بتلعب، او انا مع اي قرار يقوله اي حد رسمي. انا ما بحبش اختلف، لان انا فعلا لما بختلف بحس ان المنظومه مهزوزه، المنظومه ما بحسهاش. احنا عايزين نجمد الناس، عايزين نبقى في ظهرهم دايما، عايزين يبقى عندنا نظام حتى بلان يبقى موجود. يعني الواحد متضايق جدا من حكايه التاجيلات والحاجات، عايزين نبقى دايما سبورت للناس المسؤوله. طالما اعترفنا بيهم ورشحناهم وخلاص يبقى لازم نكون موجودين. انا بس عايز عمليه حوار بس يحصل، مش اكتر ولا اقل يعني. دايما. صح. مش اكتر ولا اقل، ان قبل اي قرار لازم يحصل حوار يعني. فاهمني؟ لازم تجيب مسؤولين النادي وتسالهم هل ده وكلنا بندور على المصلحه ومصلحه المنتخب يعني. صح. ما اقولكش انا كنت سعيد جدا بمستر روبي تورا النهارده كان موجود عندنا في النادي. انا كنت لسه يعني. السؤال اللي جاي، السؤال اللي جاي يا كابتن عبد الظاهر، السؤال اللي جاي كان ليك. انت راجل من الاسماء التاريخيه في منتخب مصر، قعدت النهارده مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، اكيد دار بينك حوار، بينك وبينه حوار مهم جدا، واكيد انت اتكلمت معاه كتير عن منتخب مصر وبالتاكيد سالك عن بعض الامور. ايه الكواليس هذه الجلسه؟ مستر فيتوريا بجد انا شكرته جدا، لان مفيش حد عمل كده قبل كده، ما شفناش مدير فني بيلف على الانديه وعايز يستكشف اكبر كميه من المعلومات تماما. وهو فرحان بالفرقه جدا وسعيد بيها، ولان احنا عندنا ناس صغارين في السن ولهم مستقبل كبير جدا. تمام. وقال ان انتم بتلعبوا كره حلوه. تمام. للكابتن علي، وقال ايه المشاكل اللي انتم عايزين في اللي جاي بقى، ايه اللي اقدر اساعدكم بيه عشان تقدروا تطلعوا مستوى اعلى. هايل. فطبعا نقاش راقي جدا من حد مسؤول عن جميع الفرق اللي هو ومصلحته هو كمان. صح. فطبعا كان نقاش هايل جدا طبعا. لما دخل طبعا ولقى سبورتنج دايركتور بيكلمه الاول، وبعد كده الكابتن علي المدير الفني، وبعد كده
المسؤولين، فهو مبسوط جدا بالنظام اللي عندنا الحمد لله رب العالمين. قدرت كمان ان انا بكلمه على موضوع ان اللاعب المصري وايه ايجابيات، هو بيسال اللاعب المصري بيحب ايه، ايجابياته ايه وسلبياته ايه، فقعدنا نحكي له كتير. حكيت له ان انا طبعا خدت 3 بطولات وعاشرت اجيال كتيره جدا من الموضوع. شخصيه المنتخب مفتقدينها بشكل كبير جدا، وده الشيء المهم جدا. وتناقشنا في حاجات كتيره جدا. هو قال لك ايه بقى يا كابتن عبد الظاهر لما انت قلت له كده؟ هو بيسمع كويس جدا على فكره. بيسمع كويس جدا جدا جدا، يعني لما بنتكلم سواء انا الاول اجتمعت بيه وبعد كده الكابتن علي فنيا اجتمع بيه. لما ما بنتكلم بيسمع جدا جدا جدا، وبرافو، وكلمه برافو ده في بقه على طول. تمام. طبعا اتكلمنا، طبعا كانت اكبر مشكله عندنا وهي مشكله الدور طويل، لكن ده وقعنا ولازم نشتغل عليه. اتكلم كتير معاك اكيد يا كابتن عبد الظاهر، وكابتن اتكلم مع الكابتن علي ماهر عن اللاعبين الشباب. انا لاحظت في اكتر من مناسبه ان هو مهتم جدا باللاعبين الصغيرين في السن. جدا جدا، طبعا جدا. صح؟ جدا. جدا جدا، في الحته دي عنده بشكل كبير جدا. وهو عاجبه الفرقه عشان كده، خلي بالك احنا من اكتر ناس اعمار سنيه، يعني صحيح. اصغر الاعمار السنيه احنا عندنا فيوتشر، يعني صحيح ممكن صحيح. يكون يبان ان احنا عندنا سعد سمير جنش اسماء كبيره، بس اللي احنا عندنا في الاجمالي متوسط الاعمار عندنا كويس جدا. صحيح صحيح. فلا هو اتكلم طبعا على الناشئين، وان ازاي اللعيب المصري يوصل لاعلى حاجه. كان بيسال الكابتن علي الموضوع ده. فكابتن علي رد عليه وقال له لما لو انت اهتميت بيه هتلاقيه راح في حته ثانيه. يعني وجود اصلا النهارده مدير الفني للمنتخب، اللعيبه كلها كانت عايزه تقول له انا اهو. ايوه صح صح. انا اهو، يعني ممكن اسلم عليك. ابدا جميل جدا. مدير الفني للمنتخب مصر جاي النادي، فده احساس للعيبه كله واقف منتظر. كابتن عبد الظاهر ابدا اعجابه بلاعبين معينين دلوقتي؟ هو حافظ طبعا الناس اللي راحت المنتخب. شكله مذاكر كويس جدا، ان هو عمر كمال ورفعت وعاطف وكل الناس اللي لعبت منتخب. قال انا عرفت ان انتوا راح منكم 4 و5، وكان عبد المنعم عندكم وبعد كده راح. حافظ يعني الموضوع، يعني صحيح صحيح. ما قالكش اسماء جديده من اللي هو شافهم في المباريات اللي فاتت؟ لا هو قال واحنا رشحنا، بس انا ما بحبش الكواليس دي عنده. هو قال بعد اسبوع ولا 10 ايام تقريبا. انا هقول، حتى نسقنا موضوع ان احنا ممكن نريحهم. عشان هو لما يروحوا هناك يكونوا هم مرتاحين. يعني احنا عندنا كمان الاوبشن ده، يعني اللاعبين اللي هنلاقيهم مرتاحين في المباراه اللي جايه اللي فيوتشر دول راحوا المنتخب خلاص. نفهم كده. نفهم كده. حبيبي يا كريم. حبيبي يا كابتن عبد الظاهر، دايما مشرف ودايما منور ودايما ناجح ومتالق في كل شيء. اشكرك شكرا جزيلا كابتن عبد الظاهر الساقه المدير الرياضي بنادي فيوتشر. لسه مكملين مع